أطفال يخدمون الزبائن في المقاهي الشعبية، مشهد مألوف في بورما التي ظلت دولة منبوذة لوقت طويل. يعمل 4 ملايين إلى 5 ملايين قاصر في هذا البلد حتى 14 ساعة يوميا لمساعدة عائلاتهم التي تقطن في قرى نائية، وهم غالبا ما ينامون في مهاجع أو حتى بين الطاولات. عندما تنظر حولك في بورما ترى أطفالا يعملون أينما كان، عند نواصي الشوارع والتقاطعات، حيث يبيعون الأزهار أو البضائع، في المطاعم والفنادق، وكذلك كعمال في المنازل، ولا أحد يرى ضيرا في عمالة الأطفال. وتقدم جمعيات عدة منذ مدة دروسا مسائية لهؤلاء الأطفال بهدف منحهم فرصة ثانية، القراءة والحساب، وحصص في اللغة الإنجليزية للذين تلقوا تعليما أساسيا، وإرشادات للجميع عن القواعد الأساسية للحفاظ على النظافة الشخصية. ناين لينغ أونغ يبلغ 15 عاما وهو يعمل منذ كان في العاشرة من عمره. لا أعلم ما يخبئ لي المستقبل، لذا أريد تعلم بعض المفاهيم الأساسية في الإنجليزية والمعلوماتية. وكيف أتدبر أمري في حال مرضت؟ والفقر هو الدافع الأساسي للكثير من الأسر البرمية لإرسال الأطفال للعمل، إضافة إلى نظام تربوي متهالك يعود إلى حقبة الحكم العسكري. لن يرغب الأهل في أن يعمل أطفالهم إن كان في إمكانهم إرسالهم إلى المدرسة، مع اليقين بأن متابعة تحصيلهم العلمي ستؤمن لهم ظروفاً أفضل مستقبلاً. وغالباً ما تشكل الدروس المسائية السبيل الوحيد لتثقيف هؤلاء العمال الصغار، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرمية لم يتعهد أي حزب ولا حتى حزب زعيمة المعارضة أونغ سان سوتشي بجعل التعليم إلزامياً والتصدي لعمالة الأطفال.